جينات الفن مزروعة فيه. وليه لأ؟ ما هو ابن الوز ما ينفعش يكون غير عوام. أبوه يقول يا ليل، يرد هو عليه يا عين. والخط اللي رسمه الأب مسير ابنه يكمله في يوم. ابتدى يتبناك بقى فنيا، ويبقى فيه يعني خلاص بقى مش قادر. ما سمع بقى من وانا صغير، فقال الموضوع فيه حاجه بقى. خدك الحسن ابو سعود ولا لا؟ في الاول في سن معين من عمري. هو سمعني الاول بقول موال. موال من بتوعه ده لما كبرت طبعا، بعد سنتين يعني ثلاثه، مثلا دي 9 سنين مثلا. دي 9 سنين. فسمع كده، كان رايح الشغل بتاعه وانا واقف جنب اوضته، فبغني يعني عشان هو يسمعني. انا كنتش بقول له الموضوع ده خالص، انا لانه كان عايز اطلع حاجه تانية. عايز تطلع ايه؟ هو كان عايز هو عايزك تطلع حاجه تانية، لان يعني بغني موال صعبه كده بتوعه. فسمعني استغرب، فناداني وكده بيقول لي انت اللي بتقول موال؟ قلت له اي. طب عايزه تاني؟ اتكسفت، طلعت اجري من قدامه وبتاع، انت عارفه السن ده. بس والموهبه كبرت معايا بقى لغايه ما عمل لي هو البومين وانا صغير. وبس البومين بس، ما يعني كنت في سن 14 سنه 13 سنه. بتغني بقى كانك المعجزه الطفله يعني؟ لا لا بقى، كان كلام على، كان اول شريط عمل ضجه جامده جدا. لان كان في توزيعات حلوه برضو. وكان في كلام على قد سني. كانش كلام كبير. كنت عامل معاه دويتو برضو اسمه علمني اغني. علمني اغني وعلمني من غير اغاني.